دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمدينة العلمين الجديدة، نتابع ايه ابرز الفعاليات والانشطة اللي هتكون موجودة النهاردة مع زميلنا محمود جميل. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير عليك يا هبة، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من الأجواء الساحرة والمدينة الساحرة من مدينة العلمين الجديدة. الحياة ما زالت الأجواء مستمرة، كل الأجواء المبهجة الجميلة الخاصة بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ويمكن في الأسابيع الأخيرة احنا بنشاهد كبير جدا الفعاليات الزائرين ورواد مهرجان العلمين الجديدة، ويمكن ده اللي كان موجود امبارح تحديدا، لانه كان يوم الحقيقة امبارح مليء بفعاليات والمختلفة في مدينة العلمين الجديدة. لكن خلينا نشير طبعا الاول الى الهامة اللي كانت موجودة امبارح لوزير الاعلام الفلسطيني احمد عساف بصحبة قيادات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، استاذ اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، واستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية. والحقيقة امبارح يمكن كان في تعبير قوي عن مدى تأكيد ودعم مصر والشركة المتحدة للقضية الفلسطينية في مهرجان العلمين الجديدة. ويمكن وزير الاعلام الفلسطيني اشاد طبعا بتخصيص 60% من الارباح لدعم الاشقاء في قطاع غزة، وكمان ان العلم المصري يرفرف مع العلم الفلسطيني في كل الفعاليات الخاصة بالمهرجان، فده تأكيد على مدى قوة العلاقة بين مصر طبعا وفلسطين، ووجود القضية الفلسطينية في قلوب الشعب المصري والقيادة المصرية. بالإضافة طبعا إلى بجانب الزيارة كان في عروض جميلة جدا للدبكة الفلسطينية اللي كانت موجودة امبارح، والحقيقة كان في جدا معاها من الجمهور اللي موجود في المنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى العروض الجوية اللي كانت موجودة طبعا بصحبة والعلم الفلسطيني يرفرف بجوار العلم المصري. يمكن امبارح كمان كان عندنا عدد من الفعاليات الرياضية المهمة، فهو كان يوم رياضي بامتياز بمشاركة كبيرة جدا من وزارة الشباب والرياضة، وده طبعا في إطار التعاون بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ بداية مهرجان العلمين الجديدة. امبارح كنا بنتابع في بعض المبادرات اللي كانت موجودة زي مبادرة المجسمات الرملية لتجميل الشواطئ، دي مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لتجميل كل الشواطئ السياحية على مستوى الجمهورية عن طريق الرسم أو المجسمات بالرمل. فالحقيقة امبارح الشباب والبنات اللي كانوا مشاركين في المبادرة كانوا مبسوطين جدا ان هم موجودين بينفذوا المبادرة على شواطئ مدينة العلمين الجديدة بالأجواء الساحرة طبعا اللي موجودة. المبادرة الثانية اللي كانت معانا كانت خاصة بالخشبي الصديق للبيئة، كان في زي صالة كده جيم بس هي بالخشب، فالحقيقة دي كانت برضو مبادرة لأول مرة بتكون موجودة في مهرجان العلمين في النسخة الثانية. والمسؤولين عن المبادرة هم بيكونوا موجودين في مختلف الأماكن، لكن طبعا كانوا حريصين جدا عن ان هم يشاركوا مع وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة في مهرجان العلمين الجديدة. كمان الفعاليات الرياضية كانت مستمرة معانا في الملعب الخماسي لكرة القدم، كان بيستضيف امبارح كأس مهرجان العلمين بمشاركة مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة. والحقيقة كان في منافسة شديدة جدا بين اللاعبين، لكن مع المنافسة دي هم كانوا مبسوطين بالأجواء وإن هم بيلعبوا وسط طبعا الشواطئ والبحر والأبراج، فحالة جو جميلة وحالة لعب جميلة في وسط مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة. كمان كان معانا أوركسترا الشباب والرياضة، كانوا مشاركين ببعض الفقرات الفنية بجانب الدبكة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأطفال طبعا كانوا مشاركين بعروض الكيدز شو. طبعا الفعاليات هتستكمل، هيكون عندنا كمان دور الساحل للسيدات، مشاركة ومنافسة قوية جدا للسيدات. بكرة كمان بنستعد عندنا مهرجان الطعام اللي هينطلق لأول مرة في النسخة التانية من المهرجان، عندنا حفل طبعا حمزة نمرة ومسار إجباري وسعاد مسي، عندنا طبعا يوم 23 أغسطس الإعلان عن أو تم الإعلان عن حفل كايروكي، وهيكون حفل ضخم جدا، بالإضافة طبعا إلى هيكون في افتتاح مهرجان نبتة للأطفال بمشاركة عدد من الفنانين. فالحقيقة الفعاليات كتيرة ومتنوعة هتكون قادمة في مهرجان العلمين الجديدة، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة، وفرصة ودعوة لكل الناس طبعا ان هي تيجي وتتواجد في أرض مدينة العلمين الجديدة وتستمتع بكل الفعاليات المختلفة الموجودة في المهرجان في نسخته التانية. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو شاذلي وهبة.